السلام عليكم. المرسلة جيم ميم حاء من جدة تقول في سؤالها الأول: لدي مشكلة يا فضيلة الشيخ، وهي أن لدي زوجة أخ تسببت في إحداث كثير من المشاكل بينها وبين الناس، وأوقعت أخي بسبب ذلك في إحراج معهم، وكنا نناصحها لكنها لا تستجيب، وقد تضرر أخي منها حيث أوقعته في كثير من الديون والسيرة السيئة بين الناس، ونحن هجرناها فلا نزورها ولا نحب أن تزورنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل هو جائز في الشرع؟ وبماذا توجهون؟ إذا كانت امرأة سيئة في تصرفاتها أو في دينها وسلوكها فإنها تناصح، تجب مناصحتها أولا، فإذا لم تمتثل وكان في هجرها رادعا لها وزجرا لها فإنها تهجر، أما إذا كان هجرها لا يأتي إلا بزيادة شر فإنها لا تهجر، ولكن تستمر المناصحة معها لعل الله أن يهديها. نعم.